تسير من خلال دفعة خاصة بالمحليات في هذه اللحظات. المركز الأول حيث يتقدم البداية وبداية المشاركين، هناك وداع سعيد بن سيف بن كليب الاجتبي يتقدم نحو صدارة الشوط، بينما المركز الثاني هياض يتقدم إلى المركز الثاني، تعود ملكيته ناصر بن مبارك بن سالمين المنصوري يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث في هذه اللحظة مشاهدينا الكرام، هناك تقدم من قبل اللي يتواجد في المركز الثالث، وهنا تقدم مهيض خليفة بن علي بن بخيت المسافري يتقدم نحو المركز الثالث. نسير إلى الرنج يحتل المركز الرابع سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي المركز الخامس في هذه اللحظات. هناك يتواجد شمعدان وسهيل بن سعيد بن حمرور العامري. أما المركز السابع أو المركز السادس، هناك تسلل مشاهدي الأعزاء من قبل مرعب سيف بن سعيد الخريباني النعيمي، والمركز الثامن والمركز السابع من الجانب الآخر. الآن التسلل في هذه اللحظة من قبل الطائي أحمد بن حمد بن كراز المهيري يحتل المركز السابع، بينما المركز الثامن هناك وعد عبد الله بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري. والمركز التاسع للمركز التاسع ننتقل مباشرة مشاهدينا الأعزاء، المركز التاسع ومروع سالم بن محمد بن حمادي العفاري. والمركز العاشر هذا اللي تقدم شاهين فري بن علي بن حمود الظاهري. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الفاضل، حيث يسير هذا الشوط بنخبته وبشعاراته وبأسماء المشاركة من خلاله في هذا الشوط وملتقى هذا الشوط. عودة إلى البداية وعودة إلى صدارة الشوط والمقدمة، ما شاء الله. وداع وداع وداع، ودعتكم يا ليت ما كان يوم الوداع القلب ممحون. هنا وداع يتقدم سعيد بن سيف الخريبة، سعيد بن سيف بن كليب هو المتقدم مشاهدينا الاعزاء على نشاط هذا الشوط والمركز الاول، بينما المركز الثاني هياض متواجد، تعود ملكيته ناصر بن مبارك بن سالمين المنصوري يتقدم الى المركز الثاني في هذه اللحظه، بينما المركز الثالث هذا اللي وصل مهيض خليفه بن علي بن بخيت المسافري يتواجد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يصل من خلاله الطايل احمد بن محمد بن كراز المهيري وصل خذ المركز الرابع، والمركز الخامس شعار بالحب يتسلل ليقدم لنا غازي سالم بن سعيد بالحب العامري، والمركز السادس هناك سعود بن حامد بن عبيد او سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، لكن يتسلل بن حمادي العفاري في هذه اللحظات ويقدم لنا مروع سالم بن محمد بن حمادي العفاري. والمركز الثامن فري بن حمود الظاهري هناك من الجانب الاخر مشاهدينا الاعزاء، بينما المركز التاسع هناك تسلل على المركز التاسع، بينما المركز العاشر شعار ممثل الخور يتقدم في هذه اللحظة وهو الخور علي بن عبد الله المسند. مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للعشرة أسماء المنطلقة، العشرة الأسماء الحاضرة في هذا الشوط، ولكن نعود إلى بداية المستوى ولا زال وداع يتقدم في هذا الاستمتاع وفي هذا اللحظة على صدارة الشوط. سعيد بن سيف بن كليب يتقدم ويسيطر حتى هذه اللحظة على المركز الأول، لكن هياض يحتل المركز الثاني. يلا يا هياض هيضني تهيض. ناصر بن مبارك بن سالمين المنصوري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك مهيض يتواجد، ياتي خليفة بن علي بن بخيت المسافري. أما المركز الرابع سالم بن سعيد بالحب العامري وغزة غازي، تقدم غازي إلى ناموس هذا الشوط. أما بن كراز في المركز الخامس يقدم لنا الطايل تقدم الطايل، ولكن لا زالت أمور هذا الشوط في خطر. وبن كليب متقدم مع وداع الكيلو الأخير انطلق وسار واندفع، ولا زال وداع مسيطر. سعيد بن سيف بن كليب اللي يحتل المركز الأول ويسيطر على ناموس الشوط، لكن هياض في المركز الثاني، ناصر بن مبارك بن سالمين المنصوري
عيناوي وبدأ يتسلل، والسلام عيناوي، بينما الطايل يحاول احمد بن محمد بن كراز. المهيري يحتل المركز الثاني، المركز الثالث غازي سالم بن سعيد بالحب العامري في المركز الثالث في هذه اللحظه، لكن الله يا التغيير، الله يا هياض، غير هياض وسار الى المركز الاول، وبينما الطايل يحاول، الطايل يحاول، الله يا الطايل، احمد بن محمد بن كراز المهيري يحاول ينتزع المركز الاول ويحاول ان يعود الى المركز الاول هياض، لكن الطايل راح، الطايل تسلل، الطايل تسلل الى مقدمة الشوط، الى ناموس هذا الشوط. سلام يا الطايل سلام، واحمد بن محمد بن كراز المهيري على قمة الشوط اكيد من خلال هذه اللحظات ومن خلال هذا الاداء الجميل. تانينا والناموس مشاهدينا الكرام لاحمد بن محمد بن كراز المهيري، تهانينا واسعد الله صباحك يا ابو منصور على الفوز وعلى الانتصار. سلام زعبيل سلام، سلام زعبيل على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني ياتي ناصر بن مبارك بن سالمين المنصوري، المركز الثالث شعار اليابري يتقدم طفي محمد بن عوض بن سالم الكتبي، المركز الرابع ياتي غازي سالم بن سعيد بالحب العامري، والمركز الخامس ناصر بن مبارك بن سالمين المنصوري. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت نتيجة هذا الشوط لانطلاقة هذه اللحظات. هكذا أيها الحبل الكريم كانت نتيجة هذا الشوط. نعود إلى التوقيت الزمني، لحظات الوصول إلى خط النهاية في تواصل واستمرارية هذا الشوط وانطلاقته من خلال هذا التواجد. التوقيت الزمني حيث يصل الطائل إلى المركز الأول رافعا راية التحدي والمنافسة والناموس لمالكة بسبع دقائق 37 ثانية وجزء واحد من الثانية. تانينا والناموس وأسعد الله صباحك يا بن كراز، واسعد الله صباحكم يا علي زعبيل. احمد بن محمد بن كراز المهيري بو منصور على الفوز والانتصار. بينما من حل في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء من خلال هذا الانطلاق وهذا التواصل وصل ثانيا في المركز الثاني ناصر بن مبارك بن سالمين المنصوري 9 دقائق 41 ثانية جزئين من الثانية. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار حيث حل في المركز الثاني في هذه الانطلاقة. بينما المركز الثالث كان التسلل والوصول مشاهدين الأعزاء من خلال وجود مطفي على المركز الثالث، واجهنا في اللحظات الأخيرة بسبع دقائق 43 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لمحمد بن عوض بن سالم الكتبي على فوز مطفي بالمركز الثالث في هذه الانطلاقة.